مشاهدين قناة الشمس، مساء الخير على حضراتكم. أنا أميرة بدر، هكون معاكم من النهاردة لحد آخر الأسبوع مكان الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامجكم تحت الشمس. بس هو طبعا أكيد هيكون معانا ومعاكم باستمرار، وهنكلمه عشان نتابع معاكم إيه اللي بيحصل في شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم 2021. وبقول 2021 عشان دي نسخة 2021. المنتدى ابتدى في 2017 وتوقف بسبب الكورونا في 2020، وعاد مرة أخرى في نهاية 2021 وبداية 2022. بس قبل ما نروح شرم الشيخ عشان نعرف إيه اللي حصل في ورش العمل اللي منعقدة من امبارح والنهاردة على هامش المنتدى واللي هينطلق إن شاء الله بكرة، في موضوع عايزة أقول لكم إن هو حصل حالا. يعني إحنا داخلين وبنسطب بالدنيا وقاعدين لقينا سمعنا خبر للأسف الشديد حزين جدا وسيء جدا ولازم نقوله، وهو وفاة الإعلامي الكبير الشهير وائل الإبراشي. يعني الخبر نزل علينا صدمة وصعقة. يعني إحنا كنا قاعدين بنحضر وطلعين خلاص هوا، لسه يعني المخرج بيقول 3 2 1 هنطلع، قالوا لنا استوب، في خبر حزين للأسف الشديد جدا. وعشان كده عايزة أقول لكم من 2 3 اللي اتأخرناهم كان بسبب القصة دي، إن إحنا سمعنا الخبر ده وإحنا طالعين على الهواء مباشرة، وفاة الإعلامي الكبير القدير وائل إبراشي. إحنا طبعا بننعيه، وهو إعلامي كبير جدا وليه تاريخ طويل جدا في مجال الصحافة وفي مجال التلفزيون وفي مجال الإعلام، وربنا طبعا يكون فيه عون أهله وعون أصدقائه. فإحنا عرفنا تقريبا الموضوع ده من أحد أقاربه، وهو نزل خبر الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي. هو خبر صدمنا جميعا. إحنا ما نعرفش لحد دلوقتي السبب، يعني ممكن يكون بسبب كورونا. أنا عايزة يا جماعة بس لو تنزلوا لي البوست على الشاشة أقدر أقراه مع مشاهدينا. ممكن يكون متأثرا بمرض كورونا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله والدوام لله للإعلامي وائل إبراشي، الإعلامي الكبير وائل إبراشي في ذمة الله. دعوا له يا جماعة، ندعوا له كلنا بالرحمة. راجل ليه تاريخ، وراجل ليه تاريخ كبير جدا في المجال الصحفي والمجال الإعلامي والتلفزيوني. ده خبر أكيد يا جماعة، وفاة الإعلامي وائل الإبراشي. طبعا حاجة حزينة جدا إن احنا نبتدي بيها. ده خبر كان حزين جدا، كلنا زعلنا جدا لما سمعناه وتأكدنا منه طبعا الأول قبل ما نطلع على الهواء مباشرة، لأن احنا ما كانش ينفع ما نقولش الخبر. في نفس الوقت كان لازم إن احنا نتأكد منه، وتأكدنا إن الخبر للأسف الشديد حقيقي، وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي. ربنا يا رب يرحمه، ادعوا له بالرحمة. نتنقل لي الموضوع التاني. الموضوع التاني اللي هتكلم عنه دلوقتي هو موضوع الحقيقة امبارح واول امبارح. من اول امبارح بالليل ابتدت الناس على السوشيال ميديا تكتب، وابتدت الاخبار تنزل كتير، وامبارح الناس اتكلموا عنه بشكل كبير جدا، وهو عن رجل الاعمال محمد الامين. اللي ما يعرفش رجل الاعمال محمد الامين، هو رجل اعمال معروف جدا، كان قبل كده مالك لقنوات سي بي سي، وكمان كان مالك لجريدة الوطن، وعنده كمان مشارك في مشاريع عقارات ومشاريع كبيرة جدا. رجل اعمال مشهور جدا ومعروف جدا، كان كمان ليه اعمال خيريه، فتح دارين للايتام في بني سويف، وهي مسقط راسه بالمناسبه، هو من بني سويف، وبيعمل اعمال خيريه، وسمعه الراجل انه راجل كويس والناس بتشكر فيه. يعني فجاه امبارح السوشيال ميديا والوسط الاعلامي والمجتمع المصري كله اتصدم بان في خبر صادم نزل عن رجل الاعمال محمد الامين، انه هو بيغتصب الفتيات، او في نوع من انواع هتك عرض للفتيات اللي عنده في دار الايدي الامينه. الدار اسمها دار الايدي الامينه. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده وفقا لبيان النيابه العامه، وفقا للكلام اللي قالته وزيره التضامن الاجتماعي. احنا الكلام ده ما بنقولوش من عندنا، ولكن في ابطال ورا القصه دي يا جماعه، في ابطال ورا القصة دي. أبطال يمكن امبارح ما جاتش سيرتهم كتير،
ولكن مين اللي اكتشف الموضوع؟ مين اللي فجر القضية؟ مين اللي نزل بيها على السوشيال ميديا أول حد؟ مين اللي قدم البلاغ للنائب العام؟ في أبطال ورا الموضوع ده، من نجدة الطفل ومن صفحة على السوشيال ميديا اسمها صفحة أطفال مفقودة. صفحة أطفال مفقودة، إيه الجديد اللي إحنا هنقدمه النهاردة في تحت الشمس؟ إيه الجديد اللي إحنا عايزين نقدمه؟ امبارح برامج كتير اتكلمت عن الموضوع وقالت بيان النيابة العامة وقالت كمان كلام وزارة التضامن الاجتماعي، لكن إيه الجديد اللي إحنا هنقدمه في تحت الشمس؟ إن الشخص اللي فجر القضية دي، الشخص اللي حارب عشان خاطر البنات الأيتام دي، هو ما طلعش في مكان قبل كده، ما طلعش، ولكن هو حصريا النهاردة هيكون معانا وهنعمل معاه مكالمة ومداخلة طويلة نفهم بالضبط منه إيه اللي حصل. صفحة أطفال مفقودة، مؤسس الصفحة دي اسمه الأستاذ رامي الجبالي. بالمناسبة الأستاذ رامي الجبالي هو عنده شغل تاني وهو شخص ناجح جدا في شغله، ولكن هو عامل الصفحة دي كعمل تطوعي، هو بيعمل ده كعمل تطوعي لباع طويل جدا وسنين طويلة جدا بيشتغل فيها في مجال حقوق الطفل وفي مجال دور الأيتام، وأنقذ ناس كتير، رد أطفال كتير جدا لأهلهم مرة تانية، جاب حقوق أطفال يتامى ملهمش صوت كتير جدا جدا جدا. الراجل ده راجل خير وليه باع طويل وسنين طويلة في هذا المجال وفي هذا الشأن. احنا بنقول ايه؟ دول أطفال يا جماعة، أطفال، أطفال يعني ملهمش صوت، مش هيعرفوا يعبروا ايه اللي حصل لهم، مش هيعرفوا يوصلوا صوتهم، دول في النهاية أطفال، فما بالك إن هو يكون طفل ويتيم، يكون طفل ويتيم ملوش حد، ملوش ظهر، ملوش سند، ملوش أهل، ملوش حد. إحنا صوته، المجتمع المدني صوته، الإعلام صوته، الوزارات صوته، المؤسسات صوته، الناس كلها صوته. فطبعا يعني اللي عمله الأستاذ رامي الجبالي عمل عظيم جدا، كلنا لازم نشكره عليه، لان هو وقف وما خافش وتحدى شخص ممكن يكون ناس كتير كانت تخاف ان هي تعمل الحركه دي، ولكن هو ما خافش. فاحنا النهارده هيكون لنا مداخله معاه. انا بس عايزه اسال الشباب، هو جاهز يا جماعه معانا على التليفون؟ الو 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 استاذ رامي يا اميره، ازاي؟ استاذ رامي الجبالي مؤسس صفحه اطفال مفقوده، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا اميره، ازيك؟ الاول قبل ما نبتدي نقول اي حاجه، يعني لازم تبقي عارفه ان انت بالنسبه لنا واحده من الناس المهمين اللي عارفين اطفال مفقوده من سنين طويله، واشتغلنا معاها من سنين طويله، وسلطت علينا الضوء كتير. فانا عشان كده اخترت ان احنا لما نطلع معاك انت اول حد، يعني عشان تبقي عارفه ان احنا قد ايه بنقدرك وبنحسك واحده مننا. بشكرك 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 جدا جدا والله. يا استاذ رامي، انا لسه كنت بقول انه صفحه اطفال مفقوده والاستاذ رامي الجبالي ليهم باع طويل في كل شيء يخص حقوق الطفل ودور الأيتام واللي بيحصل، وحضرتك مش أول قضية تكون مشارك فيها أو تكون مفجر القضية كبيرة زي كده. طيب أنا عايزة أعرف الأول، إمتى أول مرة صفحة أطفال مفقودة نشرت الموضوع ده؟ أطفال مفقودة نشرت الموضوع ده تقريباً يوم 10 ديسمبر. تقريبا في التاريخ ده، يعني انا مش شاطر قوي في التواريخ، بس احنا سيبك من نشرنا امتى، المهم احنا عارفينه من امتى وعارفين الوزاره عارفاه من امتى يا امير. من امتى؟ يعني خلي بالك احنا مش عايزين، يعني الموضوع احنا في الاخر مش صحافه، فاحنا مش بيفرق معانا مين كتب الاول ومين نشر الاول، ده بالنسبه لنا مش حاجه مهمه. احنا بيفرق معانا والله المسؤول عارف بالموضوع ده من امتى. ماشي. ويمكن ده اللي اقرنا في ان احنا ننشر، واحنا عارفين القصه دي من حوالي يمكن شهرين دلوقتي، شهر ونص او شهرين. صدمتنا كبيرة من ساعة ما عرفنا، لأن احنا لما عرفنا إن القصة دي حاصلة بقالها يعني وقت مع وصول المعلومة لينا كان القصة بقالها أكتر من شهر كمان. يعني البنت دي متعرضة للكارثة دي من 3 شهور أو من 4 شهور كمان. فإن الوزارة تبقى عارفة وساكتة على ده بالنسبة لنا شيء مخيف. اللي بيقول إن الوزارة أو المسؤولين كانوا في تحرك وفي تحريات وفي تحقيقات، مع احترامي الشديد، هو اللي عارف ان بنته ولا ابنه محطوط في دار رعايه.
انا اسف في الحضانه ولا في المدرسه وفي مدرس بيتحرش بيه، الاول بنفض الفصل ونمشي المدرس وبعدين نحقق، ولو طلع تمام نرجع المدرس ونرجع الولاد، ولا نسيب الولاد تروح وان شاء الله ربنا يكرمه ويطلع مش هو اللي عمل فيهم كده؟ اشمعنى دول لا؟ يعني اشمعنى لما جينا على اليتيم مش ده اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا قعدنا الاول نعمل تحقيقات ونستف ورق ونسال بعض وكل واحد يشاور بصباعه، انت اللي غلطان انك عملت الترخيص وانت المذنب ان انت مش عارف ايه. طيب في الاخر اليتيم كسب ايه من اللي انت عملته؟ كسب ان انت خدت لي بنتين ثلاثه بعد شهر من الوقعه وست 13 او 14 او 15 بنت ما اعرفش عددهم كام، سبتهم فتره طويله عنده، وكنا وقتها بنقول لك عشان خاطرنا هات الولاد. لو بصيتي في المنشورات بتاعتي الباقيه كنا بنقول هاتوا بقيه الولاد، هاتوا ولادنا الباقيين لما يطلع بريء ان شاء الله، يعني ابقوا رجعوا له العيال تاني، لو طلعوا عيال كذابين ابقوا رجعوهم، لكن سبتوا العيال كل ده. طب لما جبتوهم فوجئتوا ان الاطفال الاصغر منهم طلعوا اتعرضوا لانتهاكات اكتر منهم. هل الكلام ده اكيد يا استاذ رامي؟ معلش ده دوري هنا ان انا لازم اسالك. ماشي، الثلاث بنات اللي طلعوا، الثلاث بنات اللي طلعوا اتكلموا، احنا فهمنا كويس جدا ايه اللي حصل، والنيابه العامه طلعت بيان مشكوره وكل الكلام ده، ولكن انا دلوقتي هنا عايزه تحديدا اعرف الاطفال الصغيره بقى اللي جوه اللي لسه ما بتعرفش تتكلم، اللي بتكلم على 4 سنين وخمس سنين وست سنين اللي ممكن ما يعرفوش يعبروا، ايه اللي حصل لهم؟ هل تأكدنا ان حصل اعتداء على الاطفال الصغيره غير الثلاث بنات الكبار؟ بصي يا أميرة، أنا ما ينفعش أقول تأكدنا، أنا شخصيا مش جهة بتاعت، أنا مش الطبيب الشرعي. أنا فاهمة. هم قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا. هم الأطفال، كذابين ولا الأطفال مش الصغيرة كذابين؟ قالت، أنا الأطفال الصغيرة قالت وضحت ده. بصي حضرتك، نجدة الطفل مصدومة، ووزيرة التضامن شخصيا امبارح لما طلعت مصدومة، كل الناس اللي شغالة على هذه القضية مصدومة. هل الأطفال دي كلها كذابين؟ خلاص ده حاجة كارثية بصراحة، إن لا لا كمية مش هذه ده قصدي، انا قصدي الاطفال الصغيره عبروا عن ده، قالوا ده، يعني حتى الصغيرين قالوا كده. هو حضرتك فاكره ان النيابه قبضت على محمد الامين عشان رامي قال؟ لا لا طبعا. طبعا، يعني النيابه سمعت مني وسمعت منهم وسمعت من غيرنا، وسمعت بقى كل واحد بيقول ايه وتطابق الشهادات والتفاصيل اللي بتتقال شكلها منطقي ولا لا، التسلسل بتاع شكله منطقي ولا لا، وبناء عليه جابوه. بصي يا طيب اميره، ما انت عارفانا من زمان احنا انا مش في اعداء عارفه، شخص، انا احنا مش في عارفه، اعداء شخص مع حد، لكن انا احب ان الناس كمان، الناس كمان تسمع، تسمع. ما هو الناس لما يبقى عندها معلومات اكتر تفهم اكتر، يعني احنا دورنا ان احنا نوصل للناس الصوره كامله عشان يستوعبوا، لانه لو لاحظت هتلاقي في ناس كاتبه تعليقات ممكن تضايقك، تقول لك يعني معقول الراجل هيعمل كده، يعني مش عارف ايه، فانا انت ترد على الناس دي كلها ايه؟ ندوة أميرة، أميرة أميرة معلش يا أميرة، بصي أنت يعني أختي الصغيرة وعلاقتنا، أنت من أطفال مفقودة، اللي مش مصدق ودي له ولادك يربيهم، اللي مش مصدقنا خد ولادك يا باشا وديهم له يربيهم. عرفت الموضوع منين الاول يا رامي؟ يعني استاذ رامي، يعني البنات وصلوا لك ازاي؟ موظفين التضامن، بصي هي دي، ده بقى موضوع تاني حلو قوي ان احنا نتكلم هنا يا عميد. مبدئيا اللي بلغونا موظفين في وزارة التضامن، ايوه ده بيطرح تساؤل مهم جدا، هو ليه موظفين وزارة التضامن بتبلغنا انا؟ ليه انا مطلوب مني اشيل هذا الهم وهذا الحمل؟ وانت عارفه يا اميره انا اسف، يعني انت عارفه انا من ساعه ما نزلت البوست ده والناس شافت ان في رجل بحجم محمد الامين بيتحاسب او هيتحاسب او بيتحقق معاه عشان قضيه زي دي، عارفه كميه المسجات اللي جات لي من ايتام ومن مشرفين ومن اشخاص بيقولوا انهم بيشتغلوا في دور رعايه او ايتام بتتعرض لانتهاك في دور رعايه قد ايه؟ قد انا في ايه؟ الاخر خالص ولا حاجه، انا لا يا 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 امير انا ولا انا بالنسبه للوزاره ولا حاجه، انا بالنسبه للدوله ولا حاجه. ليه موظفين التضامن الاجتماعي والايتام بتلجا لاطفال مفقوده وانت حضرتي معانا بدل الموقف 10؟ ليه احنا؟ ليه ما يجروش على مكتب الوزير؟ ليه ما يجروش على مكتب المسؤولين اللي المفروض مسؤولين عنهم؟ ليه انا؟ طب ليه يا استاذ رامي انت ليه؟ تفسيرك ايه؟ والله حضرتك يسأل في ده المسؤولين. الايتام انا ما اعرفش هم ليه حالهم كده؟ ليه الايتام حالهم كده؟ انسي قضيه الامين ومشاكل الامين والدار دي، خلاص الراجل هو بيتحاسب. الباقي
الباقي اللي تسببوا في ان الاطفال دي والعيال دي يتعمل فيها كده دول موظفين. اللي طلع له الترخيص لازم يتحاسب، اللي ساعده عشان يطلع الترخيص لازم يتحاسب، اللي تستر على هذه الجريمه وتاخر في انه يقفل الدار لازم يتحاسب. مش الدار دي بس، الدار دي وغيرها. دي مش اول دار نسمع فيها عن انتهاكات، يروحوا انقاذ الطفوله من 5 سنين كنا ناشرين فيها ايه؟ روحيها النهارده شوفي شكلها ايه يا اميره. روحوها، روحوا بصوا عليها. مش انقاذ الطفوله بس، بالهبل دور الرعايه اللي فيها انتهاكات في مصر قضاياها بالهبل. الايتام اللي بتتعرض لانتهاكات في دور الرعايه بعلم وزاره التضامن الاجتماعي ولكن مكتوب في الايدي، معرفش ولا انا مش عارف. يعني ايه بعلم وزاره التضامن الاجتماعي؟ يعني خلينا مع حضرتك خالص، هل بعلم كل الوزاره ولا في بعض موظفين؟ المسؤولين فيها، المسؤولين يا امير. ما هو في الاخر طيب هندعي ان الوزاره ما تعرفش، هو مش فيه. انا ناشر لسه من ثانيه واحده طفل انتحر رمى نفسه من الدور الرابع خلاص من دار ايتام. طيب الطفل ده انتوا مش عارفين حكايته؟ الطفل ده الدار لسه موجوده ليه؟ ده رمى نفسه عشان عايز بطاقه. الدار رميته في الشارع زي ما كل دور الرعايه بترمي عيالها في الشارع بعد هو 18 الولد سنه. ده كان عدى 18 سنه ولا لسه ما عداش ال 18 سنه؟ ولا حتى ينفع ترميه وهو عنده 18 سنه يا اميره. ما هي دي بقى، ما هنا دي هتتكلم في مبدا تاني، انه اساسا الاطفال ما ينفعش تترمي في الشارع بعد ما تتم ال 18 سنه لان هم لسه مش مؤهلين ان هم يواجهوا الشارع وما عندهمش مكان امن يروحوه. ده موضوع كبير جدا، عايزين نناقشه فعلا حقيقي، انه اطفال دور الايتام بعد سن ال 18 تروح فين وتعمل ايه؟ وهل احنا اهلناهم ان هم متعلمين كويس هيقدروا يشتغلوا وهيقدروا يواجهوا الحياه بشكل كبير؟ دي قصه مهمه جدا، يعني دي قصه دور الايتام. لكن انا النهارده بفجر قضيه مهمه جدا جدا جدا، يعني انا ساعات بستغرب بقول لنفسي طب هو رامي لما سمع الكلام ده اول مره كان ايه رد فعله؟ يعني انا تقريبا التسريبات اللي فيه، تسريبات مكالمات للبنات نزلت على السوشيال ميديا، اكيد سمعتها. انا بنزل المكالمات دي على فكره. ده صوتك يا استاذ رامي صح؟ ده صوتك وانت بتسأل البنت ايه اللي بيحصل معاكي؟ طب يعني ده صوتك، باين جدا ان هو صوتك. انا بسأل نفسي طب لما سمعت الكلام الخطير جدا 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 ده كان ايه رد فعلك؟ فكرت في ايه؟ يعني ايه اللي جه في دماغك؟ بس مش ده بس اللي سمعته، يعني دي واحده من يعني من حوارات. دي كانت اول مره نتكلم. لا انا في الاول ما كنتش مصدق بصراحه، لان يعني مش مصدق عشان مش عشان ده رجل اعمال كبير ومشهور لا التفاصيل وحشه. التفاصيل وحشه، يعني في تفاصيل اوحش، عفوا، في تفاصيل اوحش من اللي احنا سمعناها في المكالمه. بكتير. حضرتك ما سمعتيش حاجه؟ ما حدش سمع حاجه. ايوه اوكي. هو حضرتك تفتكري مكتب النائب العام مشكورا ورجالته اللي طبعا بجد ربنا يكرمه طبعا هيحبسه راجل بحجم محمد الامين عشان خاطر الكلمتين دول؟ يعني في كلام غير التسريبات المكالمتين اللي احنا سمعناهم دول، في كلام تاني؟ طبعا طبعا طبعا. طيب لما جالك كل المعلومات الخطيره جدا دي، وربنا حطك في حته ان انت دلوقتي ربنا استأمنك على جالك معلومات خطيره مهمه لازم تحسن في التصرف بعد كده لان انت بقى في مستقبل البنات دول وصل لك لحد عندك، يعني قلت هتعمل ايه او ايه اللي جه اول حاجه في دماغك؟ يعني الخصم اللي قدامك خصم مش سهل وخصم مش ضعيف ابدا. احنا ما بنشوفش الخصم يا اميره على فكره. احنا بالنسبه لنا اول ما بيجي لنا بلاغ من يتيم او طفل معرض لانتهاك سواء جوه دور رعايه او بره دور رعايه، ما بيفهمون المنتهك ده ابوه هنحطه هنبلغ، المنتهك ده مسؤول هنبلغ، الراجل ده رجل اعمال او بواب مع احترامنا البوابين او واحد غلبان او واحد مسكين باشا ولا بيه احنا مش شايفينه. احنا بالنسبه لنا في واحد لجأ لينا بيقول لنا انا عايز حقي، انا بيتم انتهاكي بشكل او باخر. فاحنا في البدايه قلنا احنا هنتقصى الحقائق. يعني ايه؟ يعني والله دي روايه البنات. تعالوا نسال شو الموظفين من وزاره التضامن. ايوه اخرين غير اللي بلغونا، مش يمكن اللي بلغونا يا اميره يكونوا على خلاف شخصي مع محمد الامين او مع مسؤولين في الوزاره؟ مش ده احتمال؟ احتمال.
احنا ابتدينا نسال ناس، لا اصحاب بقى الموظفين اللي في الدار هناك، وابتدينا نقول لهم لا احنا عايزين صور، لا احنا عايزين حاجات نقدر نستند عليها بناء على اللي جالنا من اكتر من طرف، كلهم مش اصحاب، كلهم مش اصحاب، في منهم اعداء اصلا لبعض، في منهم ناس ما بيتقوش بعض اصلا، كلهم كلامهم واحد. وبعدين يا اميره بصي، ما هقول لك على حاجه فكري فيها كده، تعالي نفترض البنات دي كذابين، يعني البنات دي عايزه ترمي بلا كده بالبلدي على محمد الامين او على الشخص اللي هم بيدعوا ان هو بينتهكه، ها اروح ارمي بلايا عليه في حاجه ما اقدرش اثبتها؟ يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نتهمه ونوديه السجن، في حد قال لهم احنا خدوا مليون جنيه، خدوا 10 مليون جنيه عشان ودخلوا لنا ورموا بلاكم على الراجل ده، هنتهمه في تهمه، التهمه دي اثباتها تقريبا مستحيل، التحرش. طب دول ما نشوف البنات لك مليون الكبار واحد. والأطفال الصغيرة اللي اتكلموا على حد برافو كلامك من عليك، شوية، دول ده ايه رقم بقى؟ واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، طيب البنات اللي بتقول ان الراجل اتحرش بينا، طيب اللي عايز يرمي بلا، اللي عايز يقول اكاذيب، هيقول لك ده مسكني من الحته الفلانيه، ده حط ايده في الحته الفلانيه، مش عنده تفاصيل، ما انا عايز اديها لك في وشك كده مره واحده عشان تاخدها وتقول خلاص ده اتحرش بيه، صح؟ ما هو عايز يرمي بلا بالبلدي. لكن لما يقعد يقول لك لا ده حط ايده ازاي مش عارف فين ومره ازاي وقعد المره الاولانيه كذا والمره الثانيه كذا والمره الثالثه كذا، ولما كنت ببص له كان بيقول لي مش عارف ايه، ولما كنت بعيط كان بيقول لي ايه، دي تفاصيل ما ينفعش تتفبرك من عيل صغير، انا شخصيا مش عارف افبركها. ما هو اللي بيسمع مش مجنون، الناس المحققين دول مش ناس قليله ولا ناس تزك تضحك عليهم وتقول لهم كلمتين هيصدقوك، في كلام يتقال يتصدق هي البنات، وتفاصيل البنات الكبار يا قليله. رامي، بنات الكبار عندهم كام سنة؟ الكبار ثلاثة كبار 3 ل 18، كام؟ من 3 ل 8، من 13 ل 18، من دول اكبر 13 بنات. سنة ل 18 سنة، دول الكبار، دول الثلاث وانضم بنات عليهم الكبار. بنت تانية، وانضم عليهم بنت تانية اديتها لهم وزارة التضامن، كانت حامل وخدوها ولدوها وحطوها معاهم في الدار، مع ان ده مش مكانها، هي الدار كلها على بعضها ورقها كله غلط، ايه الورق بتاع الدار الدار كلها عبارة عن ورقها ايه؟ ليه غلط، ورقها غلط؟ التصريح اللي هو واخده تصريح ايه؟ هو معاه دار إيوائية، دار إيوائية ايواء. دي يعني اطفال معلومة النسب، ايوه يعني واحدة في السجن، واحد دخل السجن، واحد مراته ماتت ومعوش يصرف على اولاده، اب وام الاثنين انفصلوا وكل واحد فيهم راح في حته ورموا ولد، ده معلوم النسب اه، بس ما هوش يتيم، بيتحط في دار ايوائيه. ايوه ليه ليه بنسميه دار ايوائيه؟ لان احنا هنقويه شويه وبعد كده يرجع لاسرته مره ثانيه، هيندمج في المجتمع بتاعه مره ثانيه في يوم من الايام، امل يعني عندنا امل في كده. خلاص؟ طب هما باعتين له ايتام ليه؟ يعني انت مبعوت لك ايتام ليه؟ انت مش المفروض تاخد ايتام اصلا. هو كان عنده ايتام في الدار، مش معلومي النسب قصدك تقول. عنده شويه معلومي النسب وعنده شويه ايتام، ما هو كل شويه الوزاره بتبعت له اطفال جديده. فاحنا عايزين نسال، والله الدار دي انتوا بتبعتوا لها ناس من القاهره، يعني طيب الدار دي انتوا طب عملتوها سؤال، بني سويف سؤال ليه؟ ال ال حول. في واحدة كانت مسؤولة من الوزارة في بني سويف، اللي هي في حد مسؤول من الوزارة ببني سويف، فين هي وقفت اللي دلوقتي تم يعني وقفها اعتقد، على ما اعتقد يعني لو المعلومه اللي عندي صحيحه، كانت فين؟ مظبوط، كانت فين؟ ما اعرفش والله، دي نسال الوزاره فيها هل كانت فين؟ كانت بتروح تبص على البنات دي، تطمن عليهم، احوالهم عامله ايه، تتكلم معاهم شويه؟ يعني باين في المكالمه، التليفون، المكالمه الهاتفيه اللي متسربه، ان البنات عايزين يتكلموا، يعني عايزين يحكوا. معلش ده والله السؤال ده بجد اسالوه للوزاره، انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين لما البنات طيب اتعمل فيها كده؟ كنتوا فين طيب لما انشأتوا هذه الدار بالمخالفه للقانون؟ يعني كنتوا فين؟ طيب عملتوا دار في بني سويف، اخترتوا بني سويف ليه كمحافظه تدوها رخصه لجمعيه جديده؟ ليه؟ واخدين بنات من القاهره تحطوها في بني سويف ليه؟ ما هو ده برضو ليه؟ يعني بنت من القاهره عايشه في القاهره طول عمرها توديها بني سويف ليه؟ هي من القاهره، ما تسيبها في القاهره. يعني حياتها واصدقائها وخلاص، عملت ايوه ومدرستها وكذا ايوه وكذا ليه؟ وعملت حياة. قولوا لنا ليه؟ طيب الاسبوع بقى اللي البنات بتتكلم عنه في الساحل الشمالي، اوكي. هل في حاجة حصلت غير اللي احنا سمعناها؟ ايه اللي حصل في الساحل الشمالي؟ ايه اللي وداهم الساحل الشمالي؟ رحلة ده هما البنات ما يعني من اول يوم استلموهم الايدي الامينة
تاني يوم على طول كانوا في الساحل. طب هم استلموا تاني يوم البنات على دول طول. امتى؟ معلش يا رامي، معلش هزعجك معروضين كده. في الشوط التاريخي يا أميرة، يعني هو طالما راحوا الساحل كان في 7 أو 8، تمام. شهر 7 أو 8، هما استلموهم النهارده اللي هما البنتين الكبار خالص، اللي هما عمرهم 16 و17 او 17 و18 حاجه زي كده. استلم البنتين دول النهارده، بكره كانوا في الساحل. بكره كانوا في الساحل بقى بلبس تاني خالص، بهيئه تانيه خالص غير اللي هما سافروا بيها. الهيئه التانيه دي عباره عن شورتات هوت شورتس، عباره عن ستومك، حاجات اللي هي بتبقى مبينه للبطن، نص البطن كلها في باينه، ده الشكل اللبس. فهل المفروض ان اطفال ايتام من بيئه هم على راسنا من فوق، ايوه بس احنا في الايام عايزينهم يسلكوا سلوك جميل ويبقوا بنات جميله واحسن مننا كلنا، هل لما احب اشتري لهم هدوم هجيب لهم هي دي الهدوم اللي انا هجيبها لهم؟ هم وحشين، طب انت كويس، هم بنات وحشه، انت بقى كويس، وبعدين جبت في لهم ايه؟ تناقض، يعني كويس. انت مخليهم يلبسوا شورتات وكذا وكذا وكذا، وبتقول لهم صلوا مش شرطات وبتعقدهم على عاديه الصلاة. على فكره، بالشرطات عاديه يا اميره، اصلها في بصي انا مش ضد ان انا بنتي شخصيا لما بتروح الساحل ممكن تلبس شورت، بس انهي شورت؟ هتلبس تي شيرت، انهي تي شيرت؟ بنتي مش هتمشي في الشارع في الساحل او في غيره معريه بطنها كله، لا، وفي واللبس ده كمان اللي يعني ولا اختلاف الثقافات، بس يعني هم قاعدين في بني سويف وقاعدين في محافظة كده، يعني مش لا سيبك من ده كله، محجبات قبل ما تاخدهم حضرتك كانوا محجبات وحافظات للقران، ده موضوع مهم. البنات دي هو مستلمها محجبات وحافظه القران، انا بس لولا ان انا ما ينفعش انشر صور البنات، لا البنات دي كانت بنات محجبه، انت خدتهم النهارده محجبين، بكره الصبح يا باشا البنات قلعت هدومها، قول لنا مين اللي وحش؟ حالتهم عاملة ازاي دلوقتي تعرف يا رامي؟ كويسين جدا، بس بيقولوا لكم النبي عشان خاطرنا، احنا كنا خايفين نتكلم عشان هتقولوا علينا كذابين. فوالنبي عشان خاطري يعني اللي شايفهم كذابين يستنى تحقيقات النيابه. ما هي النيابة طلعت بيان، ما هي النيابة طلعت بيان شرحت ما انا كل ما اعرفش حاجة. لسه بيكذب، بيكذب مين بقى؟ بيكذب النائب العام والنيابه؟ ما لا لا تعرفش. لا لا لا، النيابة طلعت بيان والنائب العام طلع بيان، والبيان واضح جدا وصريح جدا ان هو يعني في إدانة، يعني في وقائع وفي إدانة. انا بقول بس لك على حاجه، بص يعني خلينا نتكلم كده كلام، القضيه دي ما فيش حد هيعرف يتستر عليها، عارفه ليه؟ عشان كلنا عندنا اولاد. انا اصدق ان الناس تسرق ويتداري عليها، اصدق ان الناس تتهرب من الضرايب ويتداري عليها، بس اي واحد مسؤول بجد عنده عيال مستحيل يوسخ ايده في حاجه زي دي. بس هو محمد الأمين عنده بنتين. انا بتكلم على المسؤول. والله بص، بما اني معاكي على الهواء يا اميره، يعني انا والله انت المفروض يعني تتخضي من اللي هقوله. والله 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 انا مشفق على اسره محمد الامين. بس انا بس عايزه اقول لك حاجه، بنات انه عنده هو بنات، اول ما حصل حاجه زي كده محدش اتاخر، يعني مفيش حد اتاخر. اول ما حصلت حاجه زي كده كل الجهات اشتغلت يا رامي، يعني مين برضو اللي قال؟ يعني اول ما حصل حاجه زي كده كل الجهات اشتغلت على طول. وبعدين اللي انا اعرفه برضو، المعلومات اللي عندي، ان المفروض ان كل دور الرعايه دي ما تكونش موجوده، ان الخطه المستقبليه انه هيتم القضاء على دور الرعايه بشكل كامل جدا، معلش يا أميرة أنا وهيتم ان هل تفعيل قانون الاسر معلش البديله بشكل كبير. طيب معلش يا أميرة أنا آسف، أنت بتقولي كل الناس اشتغلت أول ما حصل الموضوع ده ولا أول ما بلغت؟ اول ما الموضوع اتعرف، يعني خلينا انت عملت دورك بشكل كبير، والصراحه يا رامي الواحد مش عارف فعلا يشكرك ازاي، يعني لان دول في الاخر يتامى وما لهمش صوت. يعني انا ساعات عارف بسال نفسي وانا بتفرج امبارح على السوشيال ميديا، فاكر حادثه بتاعت او الخبر بتاع حمو بيكا مثلا، الناس تشير ومش عارف ايه وكله يبعت، وكان عامل ضجه فظيعه جدا على السوشيال ميديا، وهو في الاخير في النهايه خناقه ما بين ناس في الوسط الفني على اغاني وكذا وكذا، ومع ذلك حصلت الناس كلها شيرت والناس كلها اهتمت. فبقول قضيه زي دي تخص الايتام، تخص الاطفال الصغيرين، بستغرب الناس والله متشيروش ليه، فعلا ما بستغرب. انا هقول بس انا هقول لك بامانه، يعني بصي انا مش هعرف اجلد المجتمع اه في يعني الحكايه دي، هقول لك ليه. احنا للاسف يعني
الايتام عندنا ما نعرفش عنهم حاجه. احنا الايتام عندنا ما نعرفش عنهم حاجه، ومحدش تقريبا بيروح دور رعايه. ايوه فاللي بيروح دور رعايه تقريبا اقليه. اللي بيروح دور رعايه في مصر اقليه. فخلينا نقول ان المجتمع محتاج حد يشاور له على الخير مكانه فين. صح. معلش ثانيه واحده، انا اسف، ثانيه واحده. انت احنا عندنا على فكره 516 دار في جمهوريه مصر العربيه كلها، 500 دار، 516 دار. متهيألي يعني ان احنا كمجتمع مدني ننزل نبص بصه، ننزل نطمن على الاطفال الغلابه دول، ننزل نشوفهم محتاجين ايه، بيتعلموا كويس، بياكلوا كويس، الاكل شكله عامل ايه، التعليم ايه، نطمن عليهم بس. ده هما 516 دار في مصر كلها. هقول لك حاجه اخيره يا اميره عشان ما ابقاش طولت عليك. ويعني بصي انا هقول لك انا بحلم بايه، وحلم عادي يعني، مش الاحلام مش كلها بتتحقق يعني. احنا دايما بنقول يتيم غلبان، خلاص ايوه احنا انا نفسي اليتيم واسطه يعني، نفسي اليتيم كده الناس تحسده تقول له انت يا عم انت محظوظ انت يتيم. احنا دايما بنقول انت يتيم غلبان، لا يا عم ده يتيم يتيم. احنا عايزين اليتيم في مصر يبقى راجل جامد، يبقى بيتعلم في كويسه، يا بيروح نادي كويس، يا بياكل اكل كويس، يا عليه رقابه. ما ينفعش تبقى وزاره التضامن لوحدها هي اللي بتصدر التراخيص بتاعت الجمعيات، وهي اللي بتستلم الايتام، وهي اللي بتحكم وتفصل في مين حاله تاني؟ ضرب طيب معلش، ومهانه. مين تاني؟ مين تاني يا رامي ممكن يعمل ده؟ مين تاني ممكن يعمل كده؟ معرفش مين، معرفش، لازم يبقى في جهه كده. الجهه دي مش تحت وزاره. اميره انت عارفه ان اطفال مفقوده مش جمعيه؟ ايوه، مش جمعية اهلية، طب ليه؟ يكون عارفه ليه ناس مش جمعيه؟ عمل تطوعي. عارفه ليه مش جمعيه؟ طيب ليه؟ عشان احنا لو بقينا جمعيه مش هعرف انشر اللي انا بنشره ده، لان هبقى خاضع لرقابه التضامن الاجتماعي. اكتب النهارده بكره الصبح الاقي لجنه نازله عليا تقول لي تعالى بقى نبص عليك انت بتعمل ايه. لازم يبقى في جهه طيب ثالثه وزارة التضامن او جهة تانية. الجهة دي فيها حد من وزارة التضامن ومن الشباب ومن الصحة ومن نوادي رياضية ومن وزارة التعليم، كل واحد يدعمهم بشكل. هو الايتام في مصر كام واحد يا اميرة؟ 13000 15000، واحنا 100 مليون. هنخسر كام يعني؟ هنصرف كام عشان نطلع 13000 واحد يتيم مهندسين ودكاترة وطيارين كام يعني؟ نستغل هنصرف الطاقة كام؟ البشرية دي، بدل ما هي في الآخر يتحول إلى مجرم أو يتحول إلى حد مضر بالمجتمع ومش مفيد للمجتمع، ممكن نستغل الطاقة البشرية دي إن احنا نطلعهم ناس بتنتج، مش العكس. طيب تتوقع أو تتخيل القضية دي ممكن تخلص على إيه؟ أو إيه اللي ممكن يحصل فيها في الفترة الجاية؟ هتخلص على ان حق الايتام دي هيرجع. بس دي أهم حاجة، دي المذنب أهم. هيتحاسب هو واللي ساعده. طيب طبعا لو في اطفال تانية بيتعرضوا لاي انتهاكات دلوقتي، متهيألي ان هم بيبقوا اشجع ان هم يتكلموا، او اشجع ان هم هي دي هتشجع موظفين اكتر يتكلموا، هتشجع ايتام اكتر يتكلموا، هتشجع اطفال اكتر مش في دور رعايه يتكلموا. ما هو شافوا ان حد كبير غلط وهو بيتحاسب. افتكري ان انا قلت لك الفتره اللي جايه اطفال هتتشجع كتير تقول لاهاليها بتتعرض لايه. ايوه، الاطفال بتخاف لما بيتعرضوا للعنف، بيخافوا وبيحسوا. وفي طبعا حاجه نفسيه الناس ممكن لازم تبقى عارفاها، ان الاطفال اللي بتتعرض لتعنيف زي ده او التعنيف جسدي شديد زي ده، بيحس ان هو جزء من الموضوع، او بيحس ان هو مجرم برضه، فبيخاف يتكلم، بيخاف يقول. فمتهيالي ان ده ممكن يشجع فعلا اطفال كتير جدا انها تتكلم. دي المفروض حملة، بما ان الوضع شكله كده المفروض يبقى في حملة كده على القنوات بتاعت التلفزيون بتتكلم عن اللي عنده مشكلة يكلم الرقم الفلاني. هتقولي لي ما هو في عندنا خط نجدة الطفل، خط نجدة الطفل لازم يبقى موجود في الفصول في المدارس. لو هو فعلا نجدة للطفل طيب خلاص حطوه لهم في المدارس، حطوه في النوادي، حطوه في الشوارع. اسألي كده بنتك واسألي، خلي كل واحد يسأل ابنه من جنبه، تعرف يا حبيبي خط نجدة الطفل رقمه كام؟ ليه مش محطوط في الفصل؟ ليه مش محطوط في النادي؟ ليه مش احنا نقوله يعني؟ احنا لازم يبقى فرض كده الحضانه فيها رقم نجده. طب قولهولنا يا رامي دلوقتي كده. 16000 1 6 3 صفار. 16000 1 6 3 صفار. انا بطالب بدعم هذا الخط او انشاء خط بديل، معرفش يبقى مين اللي ماسكه. الخط ده يبقى موجود، الرقم ده موجود في اي حضانه، مش تاخد ترخيص.
موجود في دار الرعاية، مش هتاخد ترخيص، طب انا عايز موجود في اسالك المدارس سؤال، عايز اسالك ترخيص. سؤال يا رامي، هل محمد الامين او اي حد قبل ما الكارثه دي تحصل او قبل ما الموضوع يتعرف بالشكل ده، هل حاول يتواصل مع حد، هل حاول يتواصل معاك، يتواصل مع حد من الوزاره، هل حاول ان هو يعني يحل الموضوع باي شكل من الاشكال ولا لا ما حاولش؟ مع الوزيره، اتواصل مع الوزيره وتواصل مع موظفين التضامن وهدد ناس كتير من اه هدد الوزاره. ناس كتير، هدد قال ايه، ايه اللي قاله؟ قال اي حد هيجيب سيره الامين او دار الايدي الامينه هيحاسب بالقانون، بالقعد يعيد فيها كده ويزيد. اديك يا سيدي قدام القانون اللي انت كنت عايزه. القانون اهو، هو ده القانون، ما هو هو ده ده القانون، مش عايز القانون، لا القانون حول ولا قوة يتغير. إلا بالله. طيب لكن ما سمعتش أي حاجة غير كده، غير اللي هو حاول يهدد التهديدات دي، هل مثلا في الآخر حاول طب يا جماعة نحلها بشكل ودي أو حاجة، ولا ما سمعتش حاجة زي كده؟ انا بالنسبه لي دي معلومات انا مش عارفها. حد حاول يتواصل معاك؟ معانا اه انا مين عشان يكلمني لا محمد أنا الامين؟ بسأل، يعني انا حد ولا حاول حاجه، يتواصل معاك بأي شكل من الأشكال؟ لا انا ولا حاجه، انا مش موجود اصلا. اه طيب انت لسه على تواصل مع البنات ولا خلاص التواصل كده يعني انت خلصت انا طبعا دورك وعملت هتواصل اللي مع عليك؟ البنات مع المدربين بتوع البنات، وكل ما يبعدوهم هنوصل لهم برضه، عشان هما كل شوية بيدوروا على التليفونات بيبعدوهم، هنفضل طيب اتسألت في لغاية ما النيابة، نتأكد من سألت حقهم رجع. سألوك في النيابة، اتسألت طبعا اه وقلت كل البنات الكلام اللي دي اه قلت كلها كل ال... بنات، أي بنت يا أميرة بصي، أي بنت أو أي يتيم في يوم من الأيام لجأ لنا ده ابني، ايوه ومش هسيبه غير لما يديله حقه. ايوه ايوه طيب في اي معلومات عن القضية دي لسه ما تمش الكشف عنها؟ في كتير، في كتير في لسه، كتير. هل ممكن تقول لنا اي حاجة؟ يعني هل ممكن تقول لنا ايه اللي لسه الناس ما عرفتهوش، حتى لو يعني ايه اللي مسموح لك ان انت تقوله؟ هقول لك بصراحه كده، احنا انا قاعد اتفرج، انا حاليا قاعد بتفرج. بتفرج على ايه؟ والله احنا طلعنا لكم الحاجات اللي احنا عايزينكم تدافعوا عنها عشان تكذب. انا عايزك تكذب، اه انا لو طلعت لك كل عندي هترد على كل عندي ونبقى خلصنا، لكن انا هطلع لك اللي يخليك تكذب. اكذب، انا عايزك تكذب عشان اطلع لك قصاده، عشان مش هما بيقولوا ان الصور اللي في النيابه مفبركه؟ طبعا هنطلع لك فيديوهاتها، هتخلص فيديوهاتها هنطلع لك تسجيلاتها. اه خلينا مع بعض، خلينا، انت بتقول ان البنات كذابين يعني كل لسه صغار، خلاص لسه في مفاجآت تانية في القضية دي، لسه في مفاجآت والله ولسه في هنستنى معلومات مش عندنا المفاجآت. في القضية دي. احنا خلينا ان شاء الله ننتظر كده النيابه، وانا أكيد واثق في النيابه أكيد باللي معاها، بس مش محتاجه من حد تاني حاجه. خلينا نتفرج على النيابه هتعمل ايه، وانا بقول لك النيابه عامله شو بجد والله. ربنا يكرم النائب العام والرجاله بتاعته اللي مش هينفع اقول اسمائهم، لكن والله 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 الناس دي رجاله، انا ما شفتش كده. ربنا يكرمهم. طب أنا بشكرك جدا 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 الأستاذ رامي الجبالي، مؤسس صفحة أطفال مفقودة، على المجهود الكبير اللي أنت عملته وعملك التطوعي الكبير اللي بتعمله وخدمتك للأطفال الأيتام، طبعا ده عمل كبير جدا، فأنا بشكرك جدا 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 عليه. إن شاء الله إحنا نتابع القضية دي معاكم ونعرف أول بأول إيه اللي حصل للأطفال دي، وصلوا لحد فين لحد دلوقتي، إن شاء الله ربنا كريم. أنا بس ليا طلب إنه الناس تبطل تنشر صورهم، يعني لأن هو أنا شايفة في صور منشورة منشورة على السوشيال ميديا، في صور الوش متغلوش عليه وفي صور تانية لأ، فأنا أطلب من الناس ولا إن تنتشر، صور ما الأطفال تنتشر ما تتنشرش، يعني كويس. ما انا ينفعش. بشكرك، انا اسف، انا نسيت، انا اسف يا اميره. دول لو بنات اي حد فينا كان هيداري على ضفرهم، أيوه صح؟ صح طب طبعا، أكيد يعني انت أكيد ليه عامل كده؟ أكيد أكيد، ليه؟ لا ما ينفعش ما ينفعش، ده ده هنعمل المكالمه، لهم ده وصمة المكالمه عار اللي في احنا حياتهم طول حياتهم، ما لا ينفعش. صوت البنات ينفع يطلع ولا صورهم بتنفع تطلع. الموضوع يا جماعه في النيابه، واحنا مش خصوم لحد، طيب احنا مع البنات، ومفيش حد عدونا، عدو العدو ده عدو البنات، أنا مش بشكرك محتاجين جدا، نشوف بره. أنا بشكرك جدا أستاذ رامي الجبالي على المداخلة دي، وأكيد كمان بنشكر النيابة العامة على مجهوداتها الكبيرة جدا اللي قامت بيها، وعلى سرعة اتخاذ القرار وسرعة حماية الأطفال الأيتام اللي ملهمش حد دول، فإحنا الحقيقة بنشكرهم طبعا شكر كبير جدا. طيب الواحد برضو يقعد يفكر مع نفسه، إيه اللي يخلي راجل كبير في السن عنده كل حاجة
يملك كل شيء، عنده المال وعنده الشغل وعنده الأعمال وعنده الحياة الحلوة وعنده الأهل وعنده البنات وعنده الزوج، عنده كل شيء. إيه اللي يخلي راجل كبير في السن يفكر بالشكل ده؟ لو مش هتكلم عن حد بعينه، تعالوا ما نتكلمش عن حد بعينه، تعالوا نتكلم نفيد بعض، تعالوا نستفاد مع بعض. أنا كأم دلوقتي قاعدة وعندي أولاد وعندي بنات صغيرين، أفكر مع نفسي هل ممكن بناتي يكونوا في خطر؟ هل ممكن أولادي يكونوا في خطر؟ هل ممكن بيتعرضوا للخطر ده وأنا مش واخدة بالي؟ هل ممكن يكونوا بيتعرضوا لده في المدرسة؟ حد من قرايبنا، حد من أصدقائنا، حد من الناس القريبة لينا، هل ممكن يكون بيأذي أولادي وأنا مش واخدة بالي؟ حتى لو هو كبير في السن، حتى لو هو شكله كويس، حتى لو هو شكله محترم، حتى لو هو شكله صادق، هل ممكن يكون عنده المرض ده وأنا مش واخدة بالي؟ طب أعرف إزاي؟ إيه اللي أعمله؟ إيه اللي يخلي راجل يعمل كده؟ سؤال، أسئلة كتير جدا تيجي في بالك وأنت بتسمع حاجة زي كده. عشان كده أنا معايا دلوقتي على التليفون رأي الطب النفسي في الأزمة دي وإيه التحليل الطبي والعلمي. معنا الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. أنت خير يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا حادثة مؤلمة جدا جدا جدا، ولكن يعني أنا عايزة أخد من، لو خدنا من منظور الطب النفسي، قريتها إزاي؟ شفتها إزاي لما شفت الأخبار امبارح وأول امبارح؟ إيه اللي جه في بالك؟ بص في كل، أنا طبعا الموضوع ده أنت تعرض عليك المرة دي، أنا تعرض علي حالات زي كده كتير طوال السنين. إحنا لينا 35 سنة بنتعامل مع الاضطرابات النفسية، تعرضت عليا كتير، سواء في لجان وسواء في حوادث، سواء قضاء، سواء في العيادة عندي. يعني الموضوع لو هو وليد اليوم هذه الاضطرابات الجنسية أو الفيديوفيليا دي من أيام الفراعنة ومن أيام القدماء الصينيين والبيزنطيين، كان عندهم والإغريق كانت عندهم، ده اضطراب جنسي موجود من أزل التاريخ فعلا. بس أنا في نقطة بحب، اسمه إيه الاضطراب ده ممكن أعرف يا دكتور؟ فيديوفيليا يا فندم. أيوه. فيديوفيليا. أيوه. فيديوفيليا نوعين، في فيديوفيليا الطبقة العادية اللي هو إن واحد يحب ملامسة الأطفال سواء بالأعضاء التناسلية بتاعته او باصابعه لمجرد ملامسه الاعضاء التناسليه للطفل. وفي اوفنسيف فيديوفيليا اللي هو بيحب الممارسه الفعليه مع الاطفال، وده بيسبب ليهم تهتكات وبيسبب ليهم اصابات خطيره جدا. ده بيجي من ايه يا دكتور؟ معلش يعني هل ممكن يكون الشخص ده اتعرض لشيء مثلا وهو صغير، يعني تم حد اعتدى عليه، حد اعتدى عليه جنسيا او حاجه فطلع بالشكل ده؟ عظيم. هذا الاضطراب الجنسي بيكتمل قبل سن 14 سنه. يعني حضرتك كنت بتقول ازاي حد بيبقى عنده متوفر له كل الامكانيات ويفكر هو عنده ست جميله وعنده وعنده وعنده، ازاي يفكر في حاجه زي كده؟ ده اضطراب جنسي مكتمل قبل سن ال 14 سنه. احنا عندنا ثلاث اسباب هي اللي وردت في كل المعاجم الطبيه. في اول واحد اللي هو واحد اتعرض للممارسات الجنسيه وهو صغير، فبالتالي هو بينتقل من المجتمع فبيبدا ممارسه جنسيه في اطفال المجتمع نفسه كنوع من الانتقام، وده بيتعالج بسرعه. في ناس تاني بتقول لك لا، ده هو في ناس بيبقى عندها العضو الذكري صغير، فبالتالي هي عندها شعور بالدونيه فما بتفكرش انها تمارس الجنس مع الجنس الاخر، وبتميل الى ممارسه الاطفال كنوع من عمليه تعويضيه ان هو حاسس بالدونيه قدام السيدات اللي ممكن يمارس معاهم. وفي بقى مدرسه اخرى، ودي احنا معترضين عليها، اللي هي حاولت تقول ان دي اصابه عضويه في المخ نتيجة ان في بعض الخلايا بتشتغل بصورة عكسية ليها. فلما قلنا طب نعمل رنين مغناطيسي، وكنا قاعدين في السويد ساعتها وطلبنا المؤتمر الطبي، لما قلنا الكلام ده كان اتعرض من 2 دكاترة سويديين، والدكاترة السويديين دول هما اللي بيجوا منهم كل المصايب، هما اللي حللوا الشذوذ الجنسي من 15 سنة، وكانوا عايزين يحللوا البيدوفيليا في 2018. وقال لا، ده حاجة غصب عنهم وما لهمش ذنب فيها، ده عندهم بعض لما شفنا رنين في كل الحالات قلنا لهم الرنين طول عمره بيبقى سوي. قال لك لا، ما هو الرنين سوي بس الخليه مقلوبه في النشاط. وبالتالي هو بيبقى الميل بتاعه للاطفال مش للسيدات، ولازم نديهم الحريه في ذلك. شوف الكلام اللي يودي في 60 مصيبه. وكان عايزين موافقه الكونجرس الدولي للطب النفسي عليه. وتم رفضه بالحاح من كل اللي موجودين. وإن اتضحك علينا قبل كده سنة 92 بس احنا كنا لسه صغيرين، وتوافع على الشذوذ الجنسي واعتبروه ان ده اضطراب مقبول وان ليس مرض. طيب دكتور جمال، يعني هرجع معاك للنقطة مرة أخرى، يعني هو بيبقى حاجة من الاتنين صح؟ يا إما حد تعرض للاعتداء الجنسي من هو صغير، أو الشعور بالدونية من العضو بتاعه.
حاجه من الاثنين دول ما لهمش ثالث، مظبوط؟ هو ده الكلام اللي موجود في الكتب. ده الكلام اللي موجود في الكتب، يعني الشخص اللي ممكن يعتدي جنسيا على طفل بيكون بسبب حاجه من السببين دول بس، بيجد لذته في التعامل مع الاطفال مش مع الكبار. مظبوط، حاجه من الاثنين دول، مظبوط؟ طيب تمام يا فندم. طيب تمام، هل ممكن دي ما تكونش اول حادثه ليه بقى؟ يعني ممكن اكيد كان ليه حوادث قبل كده. سن 14، انا بقول لك بيكتمل قبل سن 14 سنه. بص يا فندم، اغلب الاطفال اللي بيتم التعرش بيها 70% التعرشات بتبقى من الاسره. العم، الخال، الاخ الكبير، احيانا الاب، الجد. ايوه، 70% من التعرشات الجنسيه بالاطفال من داخل الاسره. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. الكلام ده ما هقول لكل عيل هيحس عشان الاسره تعرف ان احنا سنه دمر في الكلام ده. ايوه 30% باقيين ايه بقى؟ ضواب المدرسه، فرش المدرسه، مدرس. خليني اتكلم في الاول عن السبعين في المية. ليه؟ لان ساعات الاباء والامهات ما يجيش في بالهم ولا يتخيلوا ابدا ان انا ممكن اكون فيه ليا قريب مريض او صديق مريض او حد، حتى صلة القرابة ممكن تكون قريبة جدا لكن هو مريض عنده مرض. تمام؟ فالاباء والامهات ما بتتخيلش ان ده ممكن يحصل، ان ممكن الغدر يجي من الاب، من 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 الصديق، من الكذا. الناس مش بيجي في بالها انها تتخيل حاجه زي كده. فاحنا هنا عايزين نوعي بقى الاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا. الطفل بيبقى ماسك في امه وهو خاله او عمه اللي هو بيعمل فيه كده، ابن عمه، ابن خاله، ابن الجيران، ابن حارس العقار، ابن السواق اللي معاهم، والولد رافض، والولد ماسك في مامته وعمال يعيط انا مش عايز اروح معاه. ايوه، والام بالحق يعني بطلت لما تيجي الام تقول لك ايه، وانا بالحق بضرب الولد اقول له انزل معاه. انا عايز مثلا ينزل يروح يلعب مع ابن خالته عشان انا عايز مش عارف اعمل ايه في البيت، انا عايز انزل مع ابن عمه عشان انا عايز والولد التاني بيستغله جنسيا. أيوة. والطفل خاف يعبر، لان خدي بالك دايما اللي بيستغل الطفل جنسيا اول كلمه بيقولها له انا هموت باباك وهموت مامتك. ايوه، بيخوفه. طيب احساس الطفل بعد كده ايه بقى؟ هل الطفل بيحس ان هو جزء من الجريمه دي، او ان هو اشترك في الجريمه دي عشان كده بيخاف يقول؟ هل يخاف يتكلم؟ اولا بيبقى الطفل عنده اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، مش عايز ياكل. الولد اذا عينه مكسوره بيخاف من اشخاص معينين، يعني اول لما يروح للشخص ده وهو يروح يخبط عليه وما تجيبه فلان يلعب عندنا، ما تجيبه فلان يروح معايا كذا، الواد عيني يبقى رافض فيقعد يعيط، الولد عيني يبقى في الليل مش عارف ينام، الولد المدرسه تبتدي تشك ان الولد التحصيل الدراسي بتاعه ابتدى يقل. ايوه، الولد ابتدى يبعد عن زمايله، بيبان. بيبان لو الام تكررت واهملت الولد. طيب اللي بيحصل ان الولد بيتعود على كده. دول يا دكتور جمال اللي عندهم ام واب، الاطفال اليتامى بقى، دول الاطفال اليتامى دول حالتهم النفسيه دلوقتي ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ يعني تخيلي طفل اساسا عنده اكتئابيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافئ اليتيم كهاتين واشار باصبعيه الوسطى والسبابه. احنا بقى جينا هقول لك بس قصه كده صغيره. انت عارفه كان في راجل في انجلترا لما كنا هناك كان مسمى ابو اليتامى. ايوه، وكان متكرم من ملكه انجلترا وكان عمره 75 سنه. وعطوا له لقب دوق. هذا الرجل ولد رفع عليه قضيه تحرش من اليتامى اللي كانوا عنده لما كبر. ايوه، قال انا تحولت الى شاذ جنسيا بسبب الراجل ده. في خضون اسبوع كانت اترفعت 213 قضيه اوف على نفس الشخص. ايوه، اللي كان مسمينه ابو اليتامى، بيلم اليتامى من كافه انحاء بريطانيا العظمى عشان هو اللي يتولاهم ويجيب لهم معونات ومساعدات عشان يكبرهم ويدخلهم الجامعه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي قصه حقيقيه. لا حول ولا قوه، دي قصه حقيقيه اللي حضرتك بتقولها دلوقتي. القصه حقيقيه. حصلت امتى يا دكتور؟ 1992. دورت في الكتب هتلاقيها موجوده في الصحف البريطانيه كلها، وكانت قصه يعني كل الناس اتكلمت عنها. ايوه، النهارده نيجي احنا النهارده، خد بالك بس في نقطه. زي ما انا قلت لك، ولد قدم مشي وراه بظاهره القطيع. احنا دايما بنخاف من ايه؟ الاطفال مع بعض بيبقى الخيال واسع شويه، فممكن واحد يمشي ماشي وراه حد. لازم نطمن الاول ان هؤلاء الاطفال كانوا صادقين في كل ما ذكروا، برضه عشان لا نظلم انسان قد يكون بريء والله اعلم.
يبقى ما نظلمش حد عشان احنا لو بنتكلم عن الحاله دي يا دكتور جمال ففي في بيان من النيابه العامه طلع وكان بيان يعني محدد جدا جدا. انا عايز اساله لك دلوقتي بس رجال من جواهر الاطفال اللي في سن 4 و5 سنين لان تم ذكرهم في هذه القضيه 4 سنين 5 سنين 6 سنين هل يقدروا يعبروا عن اللي حصل لهم؟ هل يقدروا يعبروا عن اللي حصل لهم؟ بصي الطفل مش هيكذب ولكن في اطفال انا بقول لك بتبقى يعني سن بس مش 4 سنين ولا 5 سنين من 9 ل 13 سنه ممكن دماغه تودي لانه يكذب. اقل من كده لا، حتى لو اللي اقل من كده حد لقنه هيتلخبط مش هيعرف. ورجال النيابه عندنا اساتذه طبعا هيعرفوا يجيبوا الصح طبعا 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 ناس واثقين تماما يعني طبعا طبعا. طب سؤال معلش يا دكتور، اللي قال ده هيحصل لها ايه بعد كده؟ لا استغل قبل الموضوع ده استغل وجود حضرتك معايا. الشخص اللي بيعمل كده في الاطفال يعني الشخص اللي ممكن يظلم طفل للدرجات دي ويقضي عليه بالشكل ده شعوره ايه؟ بيحس بايه؟ يعني ما بيحسش في اي وقت من الاوقات ان هو بيشعر بالنشوه والسعاده ان هو عمل كده بطفل، لكن ما بيجلوش في وقت من الاوقات شعور بالندم؟ اوعى تقول لي ندم، نو جلت فيلينج ات اول يا فندم. ايوه ان هو عمل اللي هو عايز يحققه هو. أيوه. هو حقق المكسب بتاعه لكن ما بيفكرش في الطرف الاخر ابدا صح؟ لا 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 لا, لا يا فندم، لا يا فندم. أيوه. دمروا اطفال وهتكوا عند اطفال وعيال حصل لها تهتكات وعيال حصل لها لاستريشن في بيترس بنات واولاد حصل لهم لاستريشن في الانس من ورا، ولا حد عبر عن ذلك ولا حد اعترض ولا تفرق معاه. دي رغبه جنسيه متوحشه بتنتابه في لحظه بعد ما بيعملها. يلا السلام عليكم. طب العلاج بقى ايه يا دكتور؟ يعني الاطفال اللي تعرضوا لهذا الحادث الاليم اللي ممكن يكونوا تعرضوا لاعتداء جنسي من هم اطفال صغيرين بالشكل ده، هل ممكن يرجعوا يبقوا يعني حضرتك قلت من شويه ان اللي بيتعرض لاعتداء جنسي من هو صغير بيكبر بيعايز ينتقم من المجتمع، ينتقم من اللي حصل له، فهل طبعا ممكن نحمي الولاد دول ونطلعهم بشكل طبيعي ويبقوا اطفال طبيعيين في يوم من الايام او يبقوا شخص طبيعي في يوم من الايام يواجه المجتمع ويتعايش معاه؟ هنقسمهم يا اميره 4 سنين ونازل ما نفتحش سيرة الموضوع خالص وما نتكلمش فيه لمدة 6 شهور. 4 سنين ونازل يعني من اول 4 سنين وانت وتنزلوا بقى في السن ما نتكلمش معاهم خالص ونشوف ملاحظة بس بالعين اكلهم ايه نومهم ازاي بس ما نتكلمش في الموضوع خالص ما نفتحوش خالص نبدأ دعم نفسي بيهم مفيش ما نفتحش الموضوع معاهم لهم هينسوا 5 سنين وطالع لا دول محتاجين دعم نفسي. ناس رجاله بنفس مستوى السن بتاع المتهم يروحوا لهم يطبطبوا عليهم يجيبوا لهم هدايا يمشوا معاهم كأب بقى مش كواحد عنده غريزه جنسيه شاذه، هنا كأب يروح له نديهم بالامان تجاه الناس دي. ايوه هنبقى في بعض البنات منهم او الاولاد عندهم اكتئاب، انا عايز يجي اكتئاب، الناس عندها مشاكل في الاكل هنساعدهم. كل ما نشوف حسب الملاحظات على كل واحد فيهم ونتكلم معاهم ولازم نديهم شعور بالاطمئنانيه. ايوه ان الشخص اللي عمل فيكم ده دلوقتي في الكلبشات. الشخص ده لازم تعرفوا ان الشخص ده كان بيهددكم وكان بيجبركم عشان انتوا كنتوا تحت سطوته هو واللي ساعده، وده الاهم. ايوه يا فندم لو كل مسؤول عنده كرامه في مثل هذه القضيه يقدم استقاله. مش عيب ان انا اقدم السؤال وانا مسؤول ان تم ده تحت ايدي، اما ده انا اسف انا ما ببصش على اللي تحتي ودي مشكله مصيبه. شوفوا رئيس الجمهوريه بيعمل ايه يا اخوانا. طبعا احنا عندنا الوزراء بصراحه يعني دماغ تاني، يعني رئيس الجمهوريه ما بينامش 24 ساعه شغال، راجل رايح يمين رايح شمال، ينزل الساعه 5 الصبح ينزل الساعه 12 بالليل، مزبوط. يروح الساعه 3 الصبح مشاريع وزراء سايبين اللي تحتهم يديهم تقارير ومعتمدين على التقارير، يقول لك انت اللي تجيب لي تقارير. طول ما في حاجه اسمها تقرير يبقى الفساد شغال. طول ما احنا عايشين على تقرير الفساد مستمر يا فندم. مع ان انا الست وزيره التضامن دي من اكثر الوزراء بحترمهم، ولكن لازم تكون عندها قدر المسؤوليه ان تقول انا المسؤول عن الموضوع ده. مش عيب. تحديد المسؤوليه مش عيب يا فندم. كل مسؤول ينزل يشوف المسؤولين اللي تحتيه بيشتغلوا ولا لا. اجري النهارده على اسوان، اجري النهارده على المنيا، اجري ما تشوفوا وزير الدفاع بيجري ازاي، شوفوا رئيس الجمهوريه بيجري ازاي، شوفوا وزير الداخليه بيجري ازاي. لازم كلنا نبقى على قدم واحده في عشان الجمهوريه الجديده دي تطلع بينا كلنا يا فندم. والحقيقه رئيس انسان
حقيقي يعني. إنسان حقيقي، والله العظيم. إنسان حقيقي. ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي يا رب مصر يا رب والله. حقيقي على فكرة، ربنا يحمي مصر، دي حقيقة. ف... وأنا أعتقد إن في هذه القضية هيكون في رد فعل شديد جدا، يعني لأن إن شاء الله. الموضوع مش هيعدي كده. ما تنفعليش من انفعالي يا أميرة، ولكن دول ولادنا كلنا. أي حاجة بتخص الأطفال يا فندم، بص شوف، أي حاجة بتخص الأطفال وخاصة الأيتام، حضرتك ما تعرفش أنا ممكن أعمل إيه واستحمل لحد فين. أنا راجل جد، إلا الأيتام وإلا الأطفال، دول خط أحمر كلنا قدام ربنا يا فندم. مالهمش صوت، لأن هما مالهمش صوت يا دكتور. أنا لو دموعي نازلة مني دي غصب عني، دموعي اللي نازلة مني دي غصب عني، أنا بحطهم مكان كلنا على فكرة، كلنا على فكرة. ولو احنا في الاستوديو بنحاول نمسك نفسنا وبنحاول ان احنا نتعامل عادي ونتكلم عادي، ده عشان المهنية بتاعتنا، لكن ده ما يمنعش ان احنا من جوانا بنتقطع عشان خاطر الاطفال دول، لان دول في النهاية اطفال بلا صوت، ملهمش صوت، احنا صوتهم. وهنتسائل عليهم قدام ربنا، صح، وان شاء مزبوط، الله هنجيب لهم حقهم باذن الله. ان شاء الله حقهم هيرجع، ان شاء الله حقهم هيرجع. واي حد بيأذي طفل صغير وبيأذي طفل بريء هيكون عبره لغيره. الدنيا اتغيرت وما بقتش زي الاول، واحنا في تحسن شديد طول الوقت، وده باين في كل المجالات وباين في كل حته. فقضيه زي دي لو فعلا حقيقي حصل، انا متاكده ان حق الاطفال دي مش هيروح في حته، ومتاكده ان هو هيرجع مره تانية. وفي النهايه احنا بيكي. صوت الاطفال دي، وربنا دايما يجعلنا صوتهم ان شاء الله. يا رب يا بنتي، ربنا يوفقكم يا رب. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا دكتور جمال فرويز على هذه المداخلة. يعني أنا في النهاية يهمني حاجة مهمة جدا من المداخلة دي. أول حاجة أن حق الأطفال اليتامى دي إن شاء الله هيرجع مرة تانية. تاني حاجة نتعامل نفسيا إزاي مع الأطفال دي اللي تعرضوا لهذا الاعتداء العنيف جدا، الأطفال الأيتام. تالت حاجة وحاجة مهمة جدا، الآباء والأمهات اللي بيتفرجوا علينا، خلوا بالكم من ولادكم، أرجوكم خلوا بالكم من ولادكم، واسمعوهم، اسمعوهم، شوفوا إيه اللي متغير فيهم، شوفوا سلوكه متغير ولا لأ، نومه متغير ولا لأ، أكله متغير ولا لأ، اسمعوا، شوف مين صحابه، مين قريب منه، مين بعيد عنه، مين بيحاول يقرب منه. لو شفت حد بيحاول يقرب من ابنك وابنك رفضه، مش عايز يسلم عليه، مش عايز يقعد معاه، ما تضغطش على ابنك، اسمعه وصاحبه وخد حقه وعرفه ان انت سنده. الاطفال دول امانة عندنا، لازم نحافظ عليها للنهاية. خلصت الفقرة دي، هنطلع لفاصل دلوقتي وهنرجع لكم مرة تانية نكمل باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في تحت الشمس، ودلوقتي عايزين نروح لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ بنسخته الرابعة. اللي بيحصل هناك، الجديد اللي هيحصل السنة دي في المنتدى، الأجواء هناك إيجابية جدا جدا جدا، أهمية المواضيع اللي هيتم مناقشتها هناك، المفاجآت كمان اللي هتكون موجودة هناك السنة دي، معلومات كتير عايزين نعرفها وأكيد هنتابعها على مدار الأيام اللي جاية إن شاء الله. ولكن خلوني دلوقتي أرحب بضيفي منورني في الاستوديو، الأستاذ محمد الإشعابي رئيس قسم السياسة ببوابة الأهرام. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. السنة دي هتكون سنة مختلفة إلى حد ما، أكيد كل سنة بيكون فيه جديد، أكيد كل سنة بنتقدم أكتر، أكيد كل سنة بيكون فيه أفكار جديدة. إيه الجديد، إيه المختلف السنة دي في منتدى شباب العالم؟ هو الحقيقة أنه منتدى شباب العالم يعني من النسخة الأولى في 2017 منذ انطلاقه، يعني لا يتناول القضايا المحلية فقط، وإنما يتناول القضايا ذات البعد الدولي والإقليمي. هذه القضايا اللي بتهتم بها كل دول العالم، والتي تكون مسار اهتمام دولي، بتطرح على مائدة النقاش في منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم دايما يعني الحقيقه انه بيسبق الكثير من الخطوات في التعامل مع القضايا اللي بيتم مناقشتها. يعني حتى ابرز قضيه يتم مناقشتها في هذا المنتدى عالم ما بعد الجائحه، التفكير في ما هو مقبل، التفكير في المستقبل في ظل موجه من التضخم العالمي، كيف يكون شكل العالم بعد انتهاء هذه الموجه اللي حتى هذه اللحظة لا يمكن للعلماء أن يتنبؤوا بموعد الانتهاء من هذه الجائحة. ومع ذلك
منتدى شباب العالم يتناول هذه القضايا ويتناول سبل التعامل مع هذا الظرف الصحي الذي يعاني منه العالم وكيفية التعامل مع تحدياته، وفي نفس الوقت تأثيرات هذا الأمر على البعد التنموي والاقتصادي على كثير من الدول، وتحديدا الدول النامية، الدول الإفريقية الفقيرة التي تعاني من ويلات الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب أحيانا الداخلية. ففي أزمات كثير جدا بيتم تناولها وكيفية حلها في منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم الحقيقة وجوده على هذه الأرض المصرية هو فخر كل مصري، لأنه الحقيقة هذا التنظيم الرائع اللي احنا بنشوفه، أولا بس احنا حابين ان احنا نوجه كل التحية للجنود المجهولة لهذا التنظيم، الجهود الأمنية في رقم واحد، ثم هؤلاء الذين يقومون بهذا التنظيم الرائع من جنود مجهولة احنا لا نراهم، ولكن احنا بنشوف روعة ما نرى. أهمية هذا المنتدى رقم واحد أنه أنت ترسل رسالة إلى العالم أن هذه الدولة تحتضن رقم واحد شبابها. مظبوط. منذ 2016 وإحنا عملنا 8 نسخ من المؤتمر الوطني للشباب. وكان وقتها كان في حرب ضروس على الإرهاب على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، وكانت مصر كانت تحارب الإرهاب، وأيضا يد تحارب ويد تبني ويد تحارب. هذه الأيادي التي الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار التنمية ورفع شعار لابد من ان احنا نتجاوز تحدياتنا ولابد ان احنا نمكن شبابنا، هذا الملف ده كان في غاية الأهمية. ملف تمكين الشباب بدأ من هذه النقطة التي أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها التعاون والدخول في مائدة النقاش مع الشباب في القضايا المحلية، ثم بعد ذلك مع مجموعة من الشباب الدولي في 2017 عبر النسخة الأولى من منتدى شباب العالم ومناقشة القضايا الدولية. ما تيجي نبسط الكلام ده شوية، لأن أنا حابة الناس تفهم. صحيح. يعني إيه الناس البسيطة اللي بتتفرج علينا دلوقتي، إزاي الشباب بيشاركوا، إزاي الشباب هم اللي بيناقشوا المشاكل اللي موجودة وبيناقشوا حلول ليها أو بيقترحوا حلول ليها في المناقشات اللي بتحصل في المنتدى. صحيح. على كذا هامش بقى، في على الأعداد الصغيرة اللي بتحصل وكمان الورش اللي بتحصل، في فعاليات كتير بتحصل. فأنا عايزة الناس تفهم، ما يبقاش كلام بتسمعه وخلاص، عايزة الناس بالظبط. بيبقى متوقف على كيفية اختيار العناصر الشبابية المشاركة في منتدى شباب العالم. أيوه. هو السؤال هو كيف يتم اختيار الشباب الموجود وبالذات من دول العالم. احنا احنا نعرف شبابنا، لكن بالنسبة للشباب الآخر في استمارة وفي تقديم، بتقدم زي سي في، تمام. أنا بقول فيها أنا فلان الفلاني من دولة كذا وعندي رغبة في المشاركة، ولابد أن توضح سبب هذه الرغبة في المشاركة، أنت عايز تشارك ليه وإيه تخصصك بالظبط. فبيخضع لمعايير كتير جدا، بعد منها يتعلق بالمؤهلات العلمية، بعد يتعلق بتقديم تجارب ملهمة، بعد آخر يتعلق بالتخصص أو حد نجح في أمر بحثي ما يستطيع أن هو يحقق نجاح بس محتاج دعم. فبيقدم ده، وبناء على كده بيتم الاختيار. الاختيار هنا حتى في قوائم المتحدثين من منتدى شباب العالم. الاختيار بيتم اختيار ازاي بيتم اختيار بقى بناء على الجلسات وعلى الموضوعات الرئيسة اللي احنا اللي بيحددها المنتدى. الجلسات دي بشوف انه فلان ده متخصص في الشأن ده، هيفيدني في هذه الجلسة مثلا، وليكن على سبيل المثال انا بتكلم عن التحول الرقمي. أيوة. عايز اعمل جلسة عن التحول الرقمي او ورشة عمل عن التحول الرقمي او الذكاء الاصطناعي او الكلام ده. فبشوف انه ابرز الشباب المتخصصين في هذا الشأن من اللي قدموا تجارب ومن اللي عندهم نماذج بحثية يقدروا ان هم يقدموا تجربة، من اللي حققوا انجازات بالزبط. في المجال ده هم يكونوا المتحدثين، وممكن ما يكونش حقق انجاز لسه. ممكن في شباب كتير جدا ينتظر الفرصة. وبالتالي احنا بنقدم لك الفرصة، تعالى واجلس امام صناع القرار. وبالتالي احنا وعبر عن رأيك وقول ايه المشكلة وشايف ايه حلولها والاختلاف. والاختلاف في هذه النسخة تحديدا انه الاهتمام الدولي بقى اوسع بالنسبة لمصر، لسبب بسيط، لانه الامم المتحدة اعترفت بانه هذا المنتدى
أضحى منصة حوارية دولية. معنى انه شيء جميل اعتراف جدا، صحيح، شيء رائع جدا طبعا. صحيح طبعا، طالما ان الامم المتحده تعترف بهذا، معنى انه هذا المنتدى وما يتم فيه من نقاشات وما يخرج منه من توصيات لابد ان تعتني به الدول وتهتم به الدول، وبالتالي ما بقاش على نطاق محلي كما يظن البعض ان احنا رايحين مجموعه شباب قاعدين وبس. لا، ده دول العالم كلها والمنظمات الامميه في انتظار ما يخرج من توصيات من هذا المنتدى تنفيذا ليه وتطبيقا ليه. طبعا التوصيات اللي بتبقى في نهاية المنتدى، صحيح، التوصيات طبعا اللي بتكون، صحيح، مهمة جدا، وبتكون هي الخلاصة اللي حصل في المنتدى بالزبط. أو إيه أهم التوصيات اللي بالزبط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيوصي بيها بالزبط. طيب، في جماعة الشر طبعا وأهل الشر، دايما لما يكون في إنجاز قوي بيحصل على الأرض أو في تقدم إحنا بنعمله وبنوصله، لازم يكون في من الناحية التانية برضو ضرب بشكل أو آخر يعني. فجماعة الشر أو أهل الشر يقولوا لك إيه؟ يقول لك ده الفلوس بتاعة المنتدى وكذا وكذا وكذا. بصراحة شديدة، منتدى شباب العالم من إزاي بيتم، أو الدخل بتاعه بيكون شكل، أو تكلفته بتكون منين بشكل واضح ده وصريح؟ ده أمر أولا يعني إحنا مشكلتنا بجد وأزمتنا في عدم الاطلاع. كل شيء معلن وما فيش أي حاجة في مصر يعني ماشية غير بالعلن. احنا بنعلن كل شيء. منتدى شباب العالم فيه شركات راعيه، ايوه تمام. احنا عندنا شباب مشاركه من اكتر من 196 دوله. منتدى بهذه الاهميه وليه بعد دولي، انا من حقي كشركات، من حقي كبعد تسويق، يعني هنتكلم حتى في الماركتنج بتاعها، انا من حق. اي ايفنت بيحصل بالزبط. او اي ايفنت كبير بالحجم ده يكون فيه عدد هايل من الناس، عدد كبير من الناس من ثقافات مختلفه، من وشباب من بلاد مختلفه، طبيعي يبقى فيه شركات تهتم ان هي تكون موجوده بتسوق عن نفسها، فده صحيح. بيبقى نوع من انواع الرعايه، بتصرف فلوس بالزبط عشان خاطر تكون متواجده في مكان مهم زي ده، في ايفنت قوي زي ده حضره الرئيس شخصيا وحضروا مجموعة كبيرة من الشباب والقيادات السياسية كلها، فأكيد في شركات مهتمة أن هي ترعى شيء زي ده وتكون موجودة ومتواجدة في شيء مهم زي كده. بالضبط، شباب دولي وفي ممثلين للحكومات وفي رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وصل النهاردة يشارك برضو في أجواء المنتدى. احنا بنتكلم، احنا ما عندناش حاجة مستخبية، احنا عايزين بس بعض من الثقة وبعض من اليقين فيما يحدث في هذه الدولة من إنجازات. مزبوط. عايزين نصر بجد، ده حقيقي فعلا، لا حقيقي لأنه حقيقي. احنا يعني ما تحقق خلال السنوات الماضية الحقيقة هو مصدر إلهام لكثير من الدول. ده مش حقيقي. كلامنا ده حقيقي، ده مش كلامنا، ده حقيقي، ده كلام يعني مسؤولين دوليين، ومش عايزين ندخل في مقارنات بيننا وبين دول أخرى، لكن ما تحقق الحقيقة أمر يفوق الإعجاز طبعاً طبعاً. وده مش كلام يعني مجرد شعارات احنا بنقولها، لكن ده واقع احنا عايشينه فعلا في كافة المجالات. تمام، مصر في 2021 اتخذت خطوات مهمة جداً جدا، وبتقول لدول العالم كلها احنا هنا. مظبوط طبعا، تمام طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما اطلق الاستراتيجيه برغم كورونا بالمناسبه، بالظبط، برغم الجائحه اللي موجوده طبعا، وبرغم ان في دول كتير بتعاني من امور كتيره وبتعاني من مشاكل كتيره، الا ان احنا لا، احنا طبعا احنا شغالين. مظبوط، شغالين في ظل الجائحه اللي احنا بنمر بيها. لكن ما هو اهم هو الرد العملي على هذا الفجر في الانتقاد بدون اي سند واقعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيرد رد عملي، صح، في 2021 بالفعل. لو احنا تابعنا في حدثين كانوا في غايه الاهميه وهو رد على كل من كان يفكر حتى في الانتقاد، مش هقول الانتقاد. الرئيس السيسي اطلق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وهذه الاستراتيجيه ما تنص عليه من مبادئ وما سيتم من تنفيذ ليها، هنبقى احنا بجد مش هنقول ان احنا بننافس بقى الدول الديمقراطيه، احنا بجد احنا دوله تراعي حقوق الانسان في مصر بكل ابعادها، بكل ما فيها من حقوق مدنيه وسياسيه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. تمام. الحدث الاخر هو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اخذ قرار بالغاء حاله الطوارئ، وبالتالي احنا بنقول احنا دوله لا استثناءات لدينا. ما عندناش ان احنا ما عندناش محاذير، احنا دوله بنشتغل
وبنشتغلوا فقط من اجل تحقيق التنميه ومن اجل تحقيق ده غير الانجازات كمان اللي كل شويه بتحصل. صحيح طبعاً. يعني ده امر في غايه الاهميه في المجال في بالزبط. جميع المجالات وفي مجال يعني بالزبط. الموضوع اللي ما يشوفش يبقى اعمى يعني ما هو يعني اللي ما بيشوفش يبقى يعني اعمى قوي يعني ما بنقول يا جماعه طيب. انه حق الشباب ده كان مهدر. طيب لو هنتكلم لو هنرجع مره اخرى لمنتدى شباب العالم يعني يمكن من اهم الورش اللي كانت موجوده هي عن حياه كريمه. طبعا حياة كريمة عملت إنجازات كبيرة جدا وكثيرة جدا على أرض الواقع في جميع القرى وفي جميع المحافظات وعلى صعيد يعني مجالات كتير قوي لو اتكلمنا في مجال التعليم أو في مجال الصرف أو في مجال في شتى المجالات في جميع في كل المجالات صحيح. في كل القطاعات حياة صحيح. كريمة قدرت أن هي تحقق نجاح كبير جدا 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 هو مشروع ضخم ومشروع كبير جدا صحيح. وقدر ان هو يوصل لنتائج كبيره جدا يمكن حتى احنا كبرامج يعني اللي كان في برامج كان في برامج انسانيه موجوده على صحيح. الشاشات لقينا ان احنا ما بقالناش دور حقيقه يعني البرامج الانسانيه ما بقالهاش دور فان احنا ما خلاص هي حياه كريمه يمكن غطت جميع المجالات وكل شيء. نتكلم عن حياه كريمه في المنتدى والورشه بتاعتها كان شكلها عامل ازاي وايه اللي هيتم فيها بعد كده. صحيح كان هو كان عقدت ورشه يعني بعنوان حياه كريمه الهدف منها هو تسليط الضوء على هذا المشروع القومي اللي بدأ في 2019 بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم تحول بعد ذلك إلى مشروع قومي بنتكلم فيه عن أكثر من حوالي 4600 قرية بيتم استهدافها أكثر من 60 مليون مواطن هذه المبادرة تستهدفهم وتستهدف تغيير حياتهم فيما يتعلق ب زي ما حضرتك ذكرتي في كل المجالات في الشأن التعليمي من خلال بناء المدارس أو الصحي الوحدات الصحية بيتم إعادة هيكلتها الصرف الصحي اللي كان وبال للأسف على كثير من القرى دلوقتي الصرف الصحي يعني على مدار 3 سنوات من الآن سيتم الانتهاء تماما من أعمال مشروع الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بنتكلم في أكتر من محور بتتبناه حياة كريمة هنا بقى البعد التسويقي لإنجازات الدولة المصرية وما يتم تحقيقه ماركتينج مهم التسويق مهم جدا طبعا لما أجي النهاردة أفعل ده واشرح للناس اللي موجوده عندي دي من دول العالم وهم شباب مزبوط. وبالتالي هؤلاء الناس احسن سفراء لينا سفراء بالظبط وهم قوه ناعمه مهمه جدا لمصر مزبوط. لتسويق ما يحدث في مصر من انجازات مزبوط. وتغيير الصوره اللي كان البعض واخدها عننا نتيجه زي ما حضرتك ذكرتي جماعه اهل الشر وما تبثوا من ادعاءات كاذبه فاحنا بنقول ادعاءات سامه بالظبط النهارده وده مش هيبقى على مستوى حياه كريمه بس ده بقى على مستوى حياه كريمه وما تحقق في كل شيء كتير ما تحقق في مجال الطرق والنقل في مجال التكنولوجيا في كل المجالات تمام النهاردة يعني طب ما هو مثل حياة كريمة أيضا ما يطرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن من مبادرات لتمكين الشباب فيما يتعلق ببعد ريادة الأعمال ده مهم جدا تسليط الضوء على المشروعات طيب. الصغيرة والمتوسطة أنا عايز أروح شرم الشيخ برضو أطمن من هناك معايا دلوقتي الأستاذ علي هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عشان يطمننا على الأجواء في شرم الشيخ وفي منتدى شباب العالم ويحكي لنا إيه اللي بيحصل دلوقتي أهلا بيك يا فندم اهلا بيكي واهلا بضيوفك الكرام والسادة المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين سنه سعيده بتبداها الدوله المصريه بحدث عالمي زي منتدى شباب العالم بالتوفيق للجميع وكل الساده المشاركين بنشكرك جدا عايزين نعرف منك بقى ايه اللي حصل النهارده في المنتدى شفت ايه الفعاليات شكلها عامل ازاي الجو شكله عامل ازاي الناس الاجراءات اللي هناك دلوقتي يعني انا عارفه انه في 5000 شخص موجود في منتدى شباب العالم ايه الاجراءات الاحترازيه اللي متاخده عشان خاطر كورونا يعني كلمنا ايه اللي بيحصل خلينا نتكلم من البدايه منذ الوصول الى مطار شرم الشيخ الدولي وفي استقبال بصراحه كله بالاجراءات الاحترازيه الكامله الدوله واخداها على كل الاصعده التامين على اعلى مستوى لكل الجنسيات المشاركه من 196 دوله حول العالم الدوله المصريه بتؤكد ان هي قادره ان هي تنظم حدث عالمي زي دوت فبالتاكيد كل الاجراءات المتبعه خلينا نقول ان هي كامله جدا خلينا نتكلم على الجزء داخل المنتدى في شركات كتير مشاركه كرعاه للمنتدى وده بيؤكد ان الدوله المصريه بتشارك الجميع معاها في تنظيم حدث زي ده بالنسبه للاجراءات الاحترازيه داخل المنتدى في عندنا روبوتات برضو موجوده بتتم بعمليه التعقيم
وبنستخدم احدث اساليب التكنولوجيا في موضوع الاجراءات الاحترازيه. فبالنسبه للاجراءات الاحترازيه على اعلى مستوى والجو هنا جميل جدا، يعني جو من البهجه، جو من التفاؤل، شباب العالم كله موجود، كله في انتظار الجلسه الافتتاحيه بكره. يعني حاجه فعلا مشرفه وفخر للدوله المصريه. طيب هل حضرت اي ورش؟ لحضور الورش خلينا ممكن اتكلم على نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان. نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان، وفعلا مطلع مجموعه من التوصيات رائعه جدا في المناقشات فيما بين الشباب داخل النموذج. وده هيتم استعراضه فعلا في الجلسه اللي هيكون حاضرها السيد الرئيس خلال الايام الجايه في الجلسات الرسميه للمنتدى، وده هيتم استعراضه امام حضراتكم. طب ايه اللي اتقال؟ يعني لو تقول لنا نبذات كده او تقول لنا ايه اللي حصل في الورشه، بتتكلم عن ورشه مهمه جدا يعني. تمام، يعني خلينا نتكلم عن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. خلينا نتكلم ان الدوله المصريه اخذت مجموعه من الاجراءات اللي من شانها حمايه حقوق الانسان داخل الدوله المصريه، سواء تحويل السجون لمراكز التاهيل الاصلاح والتاهيل في الفتره الاخيره. خلينا نقول ان مصر قدرت ان هي تاخد قرار رفع حاله الطوارئ وتؤكد ان احنا قادرين ان احنا نواجه اي نوع من انواع الارهاب او التطرف. دي كلها حاجات اتناقشنا فيها جوه حقوق الانسان الرقميه، المناقشه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومجموعه من التوصيات اللي من شانها تعديل الاعلان بما يتوافق مع المتغيرات بالذات فيما بعد جائحه كورونا. كل دي حاجات تمت المناقشه فيها. طبعا طبعا. طب لو حبيت ان انت توضح للناس عن خاصيه الواقع الافتراضي تقول ايه؟ يعني خلينا نتكلم بشكل اكتر في الجزء الواقع الافتراضي ده. احنا فيما بعد جائحه كورونا اكيد الناس كلها متابعه للوضع، محتاجين لمجموعه من التطوير والاصلاح وادخال التكنولوجيا وادخال كل المجالات اللي تتعلق بذلك، وده كله هتكون مجموعه من الجلسات تم الاعداد ليها في الورش التحضيريه. وخلينا ما نسبقش الاحداث بشكل كبير، بس ده هيكون واضح جدا في الجلسات وهنكون متابعين لده بشكل كبير. في اي شيء مختلف ملاحظه السنه دي؟ يعني خليني اقول لك ابرز حاجه ان المنتدى السنه دي في نسخته الرابعه بيواجه تحديات كبير زي جائحه كورونا، وان احنا قادرين ننظم حدث زي ده بالشكل التنظيمي الهائل ده. فاحنا بصراحه بنشكر اللجنه المنظمه للمنتدى شباب العالم وكل اجهزه الدوله اللي اشتغلت على تنظيم حدث عالمي زي دوت. فعلا الموضوع مختلف عن المنتديات اللي فاتت من الجزئيه دي، ان التحدي الاكبر ان احنا نقدر ننظم حدث زي ده في ظل الظروف اللي بيمر بها العالم، وان يكون عندنا مشاركين من 196 دوله. هو ده ابرز حاجه مختلفه السنه دي. طيب انا بشكرك جدا جدا استاذ علي هلال، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، على هذه المداخله اللي عرفتنا منها معلومات مهمه جدا عن اللي بيحصل دلوقتي في شرم الشيخ. وانا متاكده ان اكيد الاجواء هناك ايجابيه جدا جدا يا استاذ محمد طبعا. واعتقد ان الكلام اللي هيتقال في الورش وهيتقال في الجلسات كلام هيكون فيه غايه الاهميه، وهنطلع منه في النهايه باستفاده كبيره جدا. كنا بنتكلم عن اخر حاجه وقفنا عندها كانت عن التنميه المستدامه والذكاء الاصطناعي، فالتحول الرقمي عفوا والذكاء الاصطناعي صحيح. فحابب تضيف اي حاجه تانية، او حابب ان انت يعني لو اتكلمنا كمان عن تغيير المناخ وهو شيء مهم جدا جدا الفتره اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي، يمكن في تغيير احنا حاسينه وفي تغيير العلماء والناس بيتكلموا عنه احنا لسه مش حاسين بيه صحيح. ولكن اعتقد ان احنا هنحس بيه في الفتره قريبه، فهل ده هيتم مناقشته ولا لا؟ هل ده هيتم التعامل مع تغيير المناخ بشكل عامل ازاي من وجهه نظرك؟ هو مصر ان شاء الله السنه دي هتستضيف قمه المناخ. وده تحول مهم جدا يعني وتاكيد بقى لانه هذه الفعاليات التي اقيمت في السابق كانت تمهيدا لاقامه فعاليه بهذا الحجم. ايوه هيحضرها قاده دول العالم في مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله في هذا العام. لكن هو الملفت قادة دول العالم هيكونوا موجودين في مصر قريبا عشان يناقشوا تغير المناخ صحيح. لكن هو الملفت في الأمر أنه كل الملفات دي مرتبطة ببعضية بمعنى أنه شح المياه، يعني قضية تغير المناخ هياخدنا لأزمة المياه، هياخدنا لأزمة السلام. والثلاث ملفات مطروحين في منتدى شباب العالم، تأثيرات التغير المناخي
وارتفاع درجة حرارة الأرض وتأثير ده على شح المياه حسب التعبير اللي قالته الأمم المتحدة وندرتها في ظل الزيادة السكانية هيؤدي إلى حروب محتملة بين الدول للحفاظ على المياه. نتيجة أن المياه العذبة في العالم تمثل 3% من حجم المياه المتاح. وبالتالي إحنا زي ما قالت نائبة الرئيس الأمريكي إذا كنا قد حاربنا في السابق من أجل الحصول على النفط فإنه من المحتمل أن تحدث حربا من أجل الحفاظ على المياه. وبالتالي إحنا بنتكلم طيب ده يدخلنا بقى للسلام، يعني ما هو لابد أنه نطرح حلول. الحلول هنا هي البعد الأهم في مسألة أنه نتحاشى الخلافات بين الدول من أجل الحصول على كل دولة تحصل على حقها تمام في المياه العذبة مثلا على سبيل المثال يعني. تمام، ملف التغير المناخي من الملفات اللي بقت كثير من الدول تلفت الانتباه إليها، لأنه إحنا في غضون سنوات قليلة إن لم يكن هناك حلول جذرية للتعامل مع هذه القضية فالعالم هيقابل أزمات في غاية الخطورة. تمام، في الملف ده تحديدا. وبالتالي إحنا علشان الرئيس السيسي كان هو مش لسان مصر بس في قمة المناخ الأخيرة، ولكن كان لسان الدول الإفريقية بالكامل، وكان يتحدث باسمهم في أنه من الضروري إذا كنتم تريدون أن تعالجوا أمرا ما في قضية المناخ، في قضية حتى في قضية اللقاحات، فعليكم أن تنظروا إلى هذه الدول الفقيرة اللي لا تستطيع أن هي تبادر بأي شيء، لا أدرى أن هي تعمل تحلية مياه من أجل عشان تعالج مسألة ندرة المياه، ولا أدرى أن هي توفر اللقاحات من أجل الحفاظ على صحة أبنائها والأسر الموجودة بداخلها. وبالتالي إحنا بنقول أنه منتدى شباب العالم زي ما قلت لحضرتك منذ البداية بيقدم قضايا استباقية وأمور استباقية يجب أن إحنا بنطرح من خلالها، يعني كالدولة المصرية بتعمل اللي عليها بأنها بتطرح الحلول وبتقول للعالم هذه هي الحلول التي لدينا وتعالوا عشان نتعاون من أجل أن احنا نكون نعيش في أمان ونعيش في سلام. لو تحب تقول كلمة أخيرة عن منتدى شباب العالم قبل ما نختم، لو حابب أن أنت تقول أي حاجة. أنا والله حابب أن أنا أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة. يعني اللي بيحصل يعني ملف تمكين الشباب وملف تمكين المرأة والملف الخاص ب يعني تمكين ذوي الهمم وحابب أشكره تاني بقى أكتر أنه يعتبر 2022 عاماً للمجتمع المدني، وده الرد بقى الفصيح على هؤلاء الذين كانوا يروجون يوماً أن مصر ليس بها منظمات حقوق إنسان أو أنها يعني تتعامل بشكل يعني أقول إيه بشكل سيء مع المنظمات الحقوقية. الرئيس الوحيد في العالم الذي يخصص عامل للمجتمع المدني وبيقول للجميع نحن نمد يدنا للجميع وتعالوا نتعاون من أجل أن نحقق مناخ جيد للمجتمع المصري، مناخ يعيش فيه المصريين حياة كريمة. وحابب بقى نشكره الحقيقة على ما يحدث من كل هذه الإنجازات، أنا كمواطن مصري ريفي بالأساس شعرت بها وأشعر بها كلما أنزل إلى قريتي من اهتمام، من صرف صحي، من وحدات من وحدة صحية، من مدارس بيتم بنائها. يعني الحقيقة لعبة استدعاء على الأرض، شفته على الأرض، يفوق والله توقعات الحقيقة. بشكرك جدا أستاذ محمد الشعابي رئيس قسم السياسة ببوابة الأهرام، بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة. مشاهدينا هنكون متابعين معاكم على مدار أسبوع لحد ما أكيد الإعلامي معتز عبد الفتاح يرجع لمكانه مرة تانية. هنتابع معاكم فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وكمان هنتابع معاكم أحدث الأخبار وإيه جديد اللي بيحصل في تحت الشمس على قناة الشمس. كنت معاكم أميرة بدر، سلام. We'll be right back.